واحد من الإخوة أخبرني يقول بكينا في الهند بكاء مرا، يعني بكاء فرح عفوا. قلنا كيف بكيتوا بكاء فرح؟ قال هذا واحد من الناس عنده بنت معاقة وما بقي بصار واصل إلى 6000 نافقين على البصارين، وياكو دلوا بعض الناس طيبين وجمعوا له ظن 1500 أقل أو شيء، قالوا له روح الهند. وراح عند هذا ملك العظام طبيب عالمي هندي يقول لك محبة حبوب، كان شيء عنده في الدماغ شيء بسيط في الدماغ وبحبوب وبنية مشت تمشي تموا يصيحون كلهم على تقلاب فرحا تمت تمشي. وهني في كيني وفي قعفريت بعيد الشهر ما نقان يعني جماعة. أنا ما أتكلم عن قضية تلبس بالجنة، موضوع آخر وشيء له علاج هذا، لكن صاحب الضغط لا تزيد الضغط. بل واحد من الناس يقول بأنهم اكتشفوا أن بس في هرمونات زائدة عالجوها وانتهى كل هرمونات بس. إيش اسمه؟